ورجعنا لحضراتكم مرة تانية بعد الاستراحة. دلوقتي بقى هنعمل سلطة لطيفة بالبرغل، بيعملوها في تركيا بس بيعملوها بطريقة مختلفة عننا. مش قصة ان احنا بنبل البرغل ونحطه، لا بيشوحوه. طيب تعالوا كده نشوف هنعملها ازاي. هاخد كده معلقتين زيت ونقول المقادير واحنا شغالين. انا هنا نقع البرغل، كمية من البرغل لا بأس بها اهي، وهبدأ اديله تشويحة حلوة عكس كل اللي احنا عاملينه. عندي طبعا بصل مفروم، يفضل لو مفروم احمر او مفروم اخضر زي ما تحبوا، انا هستخدم البصل الاخضر. عندي معلقه هريسه وما بيعملوها مشطشطه شويه، اللي حابب ماشي. وعندي معلقتين من الطماطم متقطعين، وعندي ميه مغليه، وعندي فلفل احمر مجروش وكمون، وطبعا ملح وفلفل. عايز يضيف اي توابل ثانيه براحته، انا هحط عصير ليمون كمان. بصوا الجمال اهو، يلا بينا هنديها بقى صوص جميل كده من النعناع المجفف والثوم وعصير الليمون، ده الدريسنج بتاعها. ونص كوبايه من دبس الرمان، وخاص بقى بصل اخضر، فجل، طماطم، اللي انتوا عايزينه. انا مستخدمه المقادير اللي انا كاتباها دي، اللي عايز يزود حاجه يشيل حاجه يحط حاجه مكان حاجه، دي حاجه ترجع لحضراتكم. خلاص ببدا بقى ايه اصفي خلاص كده الكميه اللي انا محتاجاها، و هشوحها تشويحه كده حلوه. خليني بقى اضيف معاه اهو كده تشويحه حلوه، معلقه الهريسه زي ما انتم شايفين كده، بتبقى كده في الاول شايفين ازاي، هي مختلفة شوية ان احنا متعودين عليها. وبيحطوا عليها بقى كل الحاجات التانية بعد ما البرغل كده بيبقى باللون الأحمر، رشة كده من الكمون ونقطة كده من الثوم المفروم. وهبدأ انزلها في بولة وهضيف عليها كل الحاجات. هما بيعملوها كده عندهم ما تستغربوش، اللي عايز يعملها بالبرغل عادي زي اللي احنا متعودين عليه مفيش مشكلة خالص، بس بصراحة هي برضو جميلة يعني مختلفة. طيب هجيب بقى بولة، ممكن تبقى اهي كده، هحط فيها الخليط ده وهبدأ بالمعلقة كده هاخد شوية من البصل الأخضر، وخليني شوية مثلا من الخس. الخس فوائده كتير، واللي عايز يستخدم الخس البلدي ماشي موجود برضو جميل. طبعا نسبة فيتامين سي حلوة لأنه بيقوي المناعة بشكل حلو، وفي مضادات للأكسدة، وفي فيتامين إيه بيقوي النظر، بيرطب البشرة، بيحمي البشرة دي من الجفاف. بصوا كده هنحط الأول شوية من الخس كده، وشوية هنحطهم مع الخليط. بصوا شوية من دبس الرمان هنا، وهسيب شوية على الوش أهو. خليني اخد بالمعلقه هنا تقليبه كده، طعم البرغل هنا مختلف. استخدامات دبس الرمان كتير جدا، بصوا عايزه اقول لكم بيستخدموه بقى في المحاشي، في الباميه، في اليخني، في الكفته. في ناس بتستخدمه ساعات في الحمص مكان الليمون، سلطات، في ناس بتحطه مع زيت الزيتون، تحط مع الخضار المشوي، الخضار السوتيه يعني في التشويح. بصوا يبقى بصوا كده ليه استخدامات كثيره الحقيقه. عندي كده شويه من الطماطمات، رشه من النعناع، رشه من الكمون. بصوا بقى هاخد من البصل الاخضر ده
انا بسيبه بالجزء اللي بره ده، عارفين ليه؟ علشان ما يعملش ريحه. يعني البصل الاخضر لو شلت الجزء ده بتاعه، الحته دي تعمل ريحه. لو انا محتفظه بيه كده ومنضفاه على وقت استخدامه ما يجراش حاجه. تمام، وادي فلفل كده، خليه كبير عشان الناس اللي بتحب، وهياخد رشه من دبس الرمان. دبس الرمان ده خرافي وخطير وطعمه يجنن. مش عايزه احط رشه ملح كبيره، بحط رشه خفيفه جدا تكاد لا تسكر يعني. وطبعا زيت الزيتون، بصوا هي تتكلم عن نفسها، مش محتاجه حاجه خالص حقيقي يعني. بصوا الجمال، وتعالوا بصلكوا بصه، بصوا كده على اللي في الفرن، بصوا الكفته على مهلكوا. طبعا لو في فحميه دلوقتي تتحط بحطها في فويلايه فيها نقطه زيت اهي. شايفين الكفته؟ وادي طبق السلطه. ودوقوا بقى البرغل ده، تحسوه كده ايه، حاجة مختلفة بطبق السلطة ده، طعمه مختلف مع السلطة، هتستمتعوا بيه جدا على فكرة. تعالوا بقى نشوف نقدم الكفتة بتاعتنا دي في طبق انتم مجهزينه لي يا ولاد. تسلم ايديكم، بسم الله اهو. خليني اشوف كده، الله، هي هنا لسه شوية، هنا تمام ماشي. طلعوا، بسم الله الرحمن الرحيم. سخنة شوية، نقفل. اللي عايز يدي فحمة يدي، ها أنا مش عايزة أشيلها دلوقتي بس إن هي لسه فيها سنة. بس بصوا بقى قوامها، بصوا. لا الكفتة بصراحة رائعة 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 يعني. شايفين الجمال؟ عايزه احط لها الفحمايه. انا الفحمايه اهي، بصوا في واحده صغننه بس هي صفصفت. بص ممكن نسخن دي هنا، هي شغاله. الفحمايه عشان اعملها لازم اعمل كده، اوعى تحط الفحمه نفسها جوه الكفته، غلط، عشان الباودر ده اللي بينزل ورواسب الكربون بتاعه البتاع. انا بعمل كده كده زي الطبق كده، شايفينه؟ طبق كده خلاص. وبعدين بحط فيه نقطة زيت أو معلقة سمنة، نقطة زيت أو معلقة إيه؟ سمنة، عشان لما أحط الفحمة تتش فيها، فلما تعمل الطشطشة دي هتطلع البخار هنا أهو. بصوا بس بسخنها سنة، يا رب تكون هي كده إيه سخنت، أتمنى يعني إنها إيه تكون سخنت كويس. سخنتش قوي بدرجة كبيرة بس اهي، هي بس مش مفتوح لها صح. لا هي بس ما لحقتش تسخن، المفروض اسخنها تدي بقى البخار الحلو ده علشان تبداوا تحسوا فيها طعم الايه الشوي يعني. وبعدين تاكلوها بألف هنا وشفا. وطبعا هي كفته بسيطه ولطيفه، بس الناس اللي بتحب البرغل تحطه مع اللحوم، هو مفيد يعني، هو مفيد ويا ريت نستغله بصراحه في بعض الوصفات مش بس السلطات. اتمنى يا رب يعني الوصفه تكون نالت اعجاب حضراتكم. خلينا بقى نبدا نستعد دلوقتي للفقره الطبيه مع بعد الاستراحه ان شاء الله. ولو ليكم اي اسئله حضراتكم ابعتوها لنا، هنجاوب عليها من خلال الفقره الطبيه معانا كل يوم ان شاء الله، او من خلال الصفحه الشخصيه شفا عظيمة حمدي بالعربي تحت امركم. وانا ان شاء الله ابعت لكم اللينك الخاص بالدكاتره بينزلوا معانا. ليكم اي سؤال خاص بيكم تقدروا تتواصلوا معاهم. اسمحوا لنا نطلع استراحه ونستقبل بقى ضيوفنا بعد الاستراحه مع الفقره الطبيه.